أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أبشر. اليوم إحنا على أرض معرض بغداد الدولي، حقيقة حركة دؤوبة وأنا أفرح بها لما أشوف أنه أكو شغل على مستوى مختلف وأكو تنوع، وهذا التنوع يحتاج العراق في مجالات شتى. اليوم إحنا موجودين بأرض معرض بغداد الدولي، ليش؟ الهدف من هذا الموضوع أنه حتى نركز إعلاميا على نقاط مهمة جدا تطلع بيها مؤسسات الدولة العراقية، من ضمنها الهيئة العليا للحج والعمرة. أوكي؟ طبعا اليوم أكو مجموعة كبيرة من الشركات العراقية وكذلك العربية، راح يصير افتتاح ل مثل مهرجان. هو الهدف من عنده أنه تعلن هذه الشركات عن خدماتها اللي تقدمها للمعتمرين وكذلك الحجاج الموجودة وين؟ بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة لذلك أنه راح نسوي لقاءات ويا الأخوة الموجودين هنا المتعهدين، شنو دورهم، شنو الخدمات اللي يقدموها للمعتمرين العراقيين. تعرفون يعني المعتمر يحتاج إلى الكثير من الأمور، منها الشخص اللي يشرح له آلية العمرة وشون تصير وكذا وشون الأشياء اللي يسموه كثير يعني جلها. أنا ما أقصد على اللي رايح للعمرة ومؤدي مناسك العمرة وكذا ولا غيره، لا، فيحتاج إلى مرشد ديني. بالإضافة لذلك خدمات تقدم إلها. على كل فعلا نحاول جهد الإمكان أنه نركز على هذا الملتقى، ملتقى العمرة العراقي في دورته الثانية على أرض معرض بغداد الدولي برعاية الهيئة العليا للحج والعمرة وتنظيم شركة المسا للسفر. طبعا بهاي القاعة أكيد نحاول جهد الإمكان أنه نلتقي بأشخاص مسؤولين حتى يحدثونا شوي، نعرف من عندهم أكثر تفاصيل، وبعد ذلك يصير الافتتاح بالقاعة الأخرى. بس نحاول جهد الإمكان هسه نلتقي ببعض الأخوة يعني حتى نعرف شنو دورهم خلال. السلام عليكم. مرحبا أستاذ، شلونك عيوني؟ شلون الصحة؟ مرتاح إن شاء الله؟ أنت صاحب شركة؟ أنا متعهد وشنو؟ كيفك؟ متعهد؟ لا مو متعهد، أنا رئيس رابطة سياحة والسفر حج عمرة مال أقليم كردستان. شرف. أهلا بيك. أهلا بيك. بالتالي أنت اليوم موجود ببغداد؟ إي نعم موجود ببغداد. وش تحدثنا عن الخدمات اللي تقدموها للحاج اللي يريد يروح يعتمر ويؤدي مناسك؟ إنسان هسه نقدم خدمات كلش جيدة. ومن تتمثل بشنو هاي الخدمات مثلا؟ يتمثل بالسيارات، بالمطار، بالفنادق، بالأكل، بالمساعدة الحجاج، مساعد يعني. أكو مرشد ديني وياهم؟ نعم طبعا، كل سيارة بي مرشد ديني يشرح لهم، يشرع لهم على شون يعني يسوي زيارات، شنو على زياراته. هو كم مرة رايح العمرة؟ أنا كيفك؟ واي رايح. بالتالي شو المبالغ اللي تأخذوها من المعتمرين؟ مبالغ هسا احنا أربيل ككردستان ويا الأكل سيارة 370، يعني 3 ورقات و70 بالسيارة. بالسيارة ويا أكل. قد يبقى كم يوم هنا؟ 10 أيام. وإذا بالطيارة؟ بالطيارة هم 10 أيام ب7 ورقات. أي أخاف الفنادق مو زينة بعيدة؟ لا فنادق زينة، يعني هو عندك شركات تأخذ 10 أوراق وأكثر، 12. مو دول اللي يأخذ 10 ورقات مو شركات الرسمية. الرسمية ما يقدر يتجاوز بال، لأنه المهم الخدمة ممتازة للقدم. نعم المهم خدمة ممتازة يعني ك والأكل والكذا كل زين عراقي يعني طباخ عراقي روح. طباخ يودون عراقي يعني. أي نعم. مربحة هاي الشغلة؟ طبعا إذا ما مربحة يبقى لهم كل واحد $50 يعني يعني هو يجمع، تدري يجمع. مثل هاي الملتقيات أنتوا تجون، تجاهز من إقليم كردستان تجون هنا وتلتقي ويا أخوة وشركات وكذا وجه شيء مثلا شركات مفيدة هاي الملتقيات؟ طبعا مفيدة. مثلا أنت بدال تروح السعودية هنا تجي تتعاقد وياهم، هم إلك أسهل ترتاح نفسيا. أنت هسه المفروض اليوم تلتقون ويا شركات سعودية جاية حتى تتعاقدون وياهم؟ حتى نتعاقد وياهم، شركات أربيل هم يجون، كردستان كله يجون. شلون تتعاقد وياهم؟ مثلا تقول لهم احنا عندنا هالقد نقدر نجيب هالقد؟ هو برنامج، اكو برنامج يبيعون هم، انت على البرنامج اهو اقل
هو هو نتعاقد كأحنا رابطة كمسؤولين عليهم على الشركات، يا هو أرخص خلي يتعاقدون ويا ذول، يعني منافسة يسوون منافسة. خدمات هناك شلون يقدموها زينة؟ زينة ما هو، بس هو تدري المواطن من يروح يتعب، من يتعب كل شيء يقول يعني أنت أي يعني أي أحد مرة نصور ويجي يشوف صابين الغداء وكذا، وحسب الصور الرجال يقول كله زين وهذا بس الخبز مو زين. هي 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 إحنا عراقيين تعرف يعني شوية شوية نتعب. فلش الكل شيء. يلا أشكرك جدا. هلا بيك هلا بيك شرف حضرتك. أنا عجي أحمد خضر زنديل. شرف بيك. هلا بيك. وأيضا مشاهدي الكرام نلتقي بشخصية أخرى مسؤولة في هيئة الحج والعمرة، تعرف عليه أكثر ونشوف شنو الخدمات الموجودة راح يقدموها اليوم للمواطن العراقي. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا. شلونك؟ الله يرحمك. ممكن تعرفنا بنفسك؟ رياض الخفاجي مدير العمرة المركزية بالعراق. شرف بيك. الله يسلمك. الله يخليك. أستاذ رياض ما أعرف اليوم شنو بده يصير هنا؟ هذا الملتقى الثاني لشركات العمرة والسياحة والسفر على مستوى العراق والمستوى يعني الشركات السعودية، تلتقينا لتقديم أفضل الخدمات المتبادلة ما بين العراق والسعودية. تعرف الخدمات الديار المقدسة يقدمها الشركات السعودية، كذلك الشركات العراقية اللي هي مسؤولة على تفويج ونقل المعتمرين لهذه الديار المقدسة، فكل شركة لها خدمات خاصة تقدم في هذا الموسم، والموسم السابق اللي كان المعرض الأول هذا المعرض الثاني اللي راح تلتقي بكل شركات السياحة والسفر لتقديم أفضل الخدمات إن شاء الله. من الجانب السعودي منو جاي؟ شركات رصينة، شركات معروفة؟ أكيد كل الشركات اللي تتعامل وياها الشركات المركزية العراقية اللي هي مخولة من الجانب وزارة هيئة الحج والعمرة شركات رصينة، احنا ما نتعامل ويا شركات غير رصينة، لان هذا بالدليل راح يسوي عندنا خلل بنقل المعتمرين وتقديم الخدمات بالجانب السعودي، لان معظم اكو بعض الشركات اللي هي ما تلتزم باداء خدماتها امام المعتمرين، فلازم شركات رصينة تحضر امام هذا المكان. من اليوم راح يحضر؟ اللي يحضر سماحة الشيخ لان هو الراعي الرسمي لهذا المؤتمر، وراح يكون ويانا كل ادارات هيئة الحج والعمرة وكوادرنا الرئيسية اللي هي مدراء الأقسام، حد مدراء الأقسام ومدراء شركات النقل والسياحة والسفر وشركات العمرة إن شاء الله. نشرف بكم ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في عملكم، وأكيد راح نسوي لقاءات سماحة الشيخ والأخوة اللي نحاول جهد الإمكان أنه نوصل صورة للمواطن العراقي حتى يعرف إيش يصير له. أكيد هنا راح يبين تعامل الناس ويا شركة، لأنه قبل أكو ناس تروح على شركات غير رصينة وراح يصير عليها نصب وأخذ أموالها وأكو تقديم خدمات سيئة. هنا كل الشركات بها التزام، كل الشركات عندها عقود رسمية ويا الهيئة، كل شركة لديها ضمانات رسمية مقدمتها، ضمانات بالسعودية وضمانات هنا بالجانب العراقي، فماكو شركة متعاملة ومتعاقدة ويا الهيئة ما تكون رصينة، ولهذا تكون مراقبة من قبل خدماتنا ومن قبل كوادرنا على أداء خدماتهم إن شاء الله. كل جزيلا. السلام عليكم. شلونكم أخي؟ شلون صحة؟ تعال إن شاء الله. الله يخليك الله يحفظك. ممكن تعرفنا بنفسك؟ أخوك علي حسين الكهالي، شركة الرفاع. شرف بيك. حياك الله. أي صحيح. الله. أول مرة تزور العراق؟ أول مرة. شنو رأيك؟ ما شاء الله جميلة جدا. شنو انطباعك عن أول مرة نزلت في بغداد؟ والله انطباع جميل، كنا نتمنى زيارة بغداد وإن شاء الله أنه جينا في هذا المعرض المبارك. شلون شفت المواطن العراقي؟ والله ما إقباله ترحيبه بكم. ما طلعنا بالشارع كثير لكن تنقلنا في سيارات الأجرة وكان طبع جميل وفرحانين فينا وأكرمونا واستقبلونا. أدعوك أنه تنزل للشارع تفتر بالأسواق، راح تشوف المواطن العراقي إيش قد يحب المواطن السعودي وإيش قد يرحب به، مو بس المواطن السعودي كل العرب إيش قد هو متفاني، إيش قد هو مبدع، إيش قد هو كريم، إيش قد هو معطاء مثلكم. أكيد أكيد ما شاء الله أهل العراق معروفين بالكرم والطيب والشهامة. أنت صاحب شركة؟ أنا مدير تنفيذي لحد شركات الرفاع، شركة إثراء الخاصة. وين مركزها؟ سنجوم في مكة المكرمة في العزية الشمالية. بالتالي شلون تقدمون خدمات للمواطنين العراقيين اللي يجوكم كمعتمرين أو حتى كحجاج؟ الخدمات اللي نقدمها حسب طلب يعني المعتمرين أو الشركة اللي تأتي بالمعتمرين، سواء كان تأشيرة، سواء كان سكن في مكة، استقبال في المطار، زيارات في مكة والمدينة، جميع الخدمات يعني موجودة حسب يعني الباكج اللي تسوي الشركة. نعم صحيح. بالتالي أنتوا يعني مثلا تتفقون من الشركة العراقية؟ نعم صحيح صحيح.
على المبلغ النهائي في استقبال المعتمرين. لابد لابد هذا إلزامي من السلطات السعودية. وش يشمل هذا؟ التأشيرة تشمل الناقل، استقبال، التوديع، المزارات في مكة والمدينة، التنقل بين مكة والمدينة من وإلى المطار. توفير السيارات، الباصات الكبيرة. كاملة كاملة كاملة. المزارات وكذا. مزارات كاملة. أصلاً تأتي مع التأشيرة. الموضوع ويا الشركة نفسها اللي يتم الاتفاق. نعم نعم، بل إلزامي من السعودية أن التأشيرة ما تنزل إلا بالنقل وA to Z، يعني دورة كاملة يسموها من المطار إلى المطار، من بداية من نزولهم مملكة حتى مغادرتهم مملكة. الله يبارك. نتمنى لكم كل التوفيق. هسه هنا راح تصير الكلمة والافتتاح، بعد ذلك ننتقل نلتقي بكم هناك إن شاء الله. إن شاء الله في شركة الرفاع العمران. الله يبارك فيك، حياك الله. أيضا مشاهدين الكرام، يعني حقيقة حاول نلتقي به. السلام عليكم، مرحبا أستاذ، شلونك عيني؟ شلون صحة؟ مرتاح إن شاء الله؟ عرفنا بنفسك. حج عياد، مدير شركة شذا الحرمين لخدمات الحج والعمرة. موقعها وين؟ الغزالية. شلون هناك الوضع المعتمرين وكذا؟ طيب الحمد لله والشكر. الخدمات اللي تقدموها للمعتمرين والأسعار؟ والله أسعارنا احنا واضحة، دا يشوفون بإعلاناتنا دائما أسعارنا تنافسية والحمد لله، في سبيل دعم موسم العمرة هذا الموسم إن شاء الله، وفي سبيل منح الفرصة لأكثر عدد من المعتمرين خصوصا ذوي الدخل المحدود، ومع مراعاة عدم انعكاس انخفاض الأسعار على جودة الخدمات. اي نعم. ايش قد سعر الشخص الواحد المعتمر؟ والله أنا هسا عندي برنامج يوم 20/8 إن شاء الله ب $600 شامل حتى الطعام. طيران. 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 إيه. طيران. طعام. ثلاث وجبات؟ لا وجبتين. وجبتين. ذول الحجاج يجوعون خطية بالليل شلون؟ مسألة الوجبة الثالثة غالبا الكثير من الكثير من المعتمرين الأكارم ما يتواجد بالليل. فمجرد أن تدفع له فلوس البوفية ماله هو ما متواجد بالحرم، تدري الجو بارد والجو يطلعون المعتمرين، فلهذا السبب مركز وجبتين بس، نظام بوفية مفتوح ويشمل مزارات وكمان برنامج كامل. برنامج كامل يعني زين. بالإضافة كم يوم بالمدينة وكم يوم؟ 3 أيام بالمدينة، 7 بمكة. أما بالبري يختلف، نوعنا برامجنا بالبري بالنسبة للبري، خصوصا شركتنا مع عدد قليل من هاي الشركات، حاولنا نكثر أيام المدينة، فسويت 10 أيام بالمدينة و10 بمكة، بالإضافة إلى برنامج آخر 5 أيام بالمدينة و10 بمكة. أتمنى لك كل التوفيق. بس قولي شو ملاحظاتك على جانب مثلا هناك من يروحون العراقيين بالمملكة العربية السعودية، تعامل؟ احنا بصراحة قبل لا نقول ملاحظاتنا على تعامل المملكة العربية السعودية، ملاحظاتنا اولا على بعض الاخوة المتعهدين. اي نعم، يعني متعهد جاي انت داخل لبلد ثاني، بلد الى قوانينه لازم نحترمها، فمن المعيب ان نعكس صورة سلبية من خلال تهريب الجيجاير والموبايلات والامور الاخرى. بعض الأمر للعالم تأخذ نظرة على كل العراقيين هيك. إيه. شو يأخذون مننا نجاية؟ طبعًا 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 طبعًا، وبهذا الأمر أساءوا لكل شركات العمرة. أشكرك جدًا. خليكم ويانا بعد هذا الفاصل.
السلام عليكم. مرحبا استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. خليك الله يحفظك. مرحبا. ممكن تعرفنا نفسك؟ أنا هفال، شركة بوكي دريال للنقل الدولي والحج والعمرة. وين موقعها؟ أربيل. نعم. هل أنت اليوم موجود هنا ببغداد؟ تهمك إنه تحضر مثل هيك ملتقيات؟ طبعاً أكيد. الفائدة تتعرف على الشركات السعودية والشركات العراقية عامة، زين، وتبادل وجهة النظر العملي، نستفاد من خبرة العمل بين الطرفين. ايضا تطور شغلك من خلال الشركات اللي تتعاقد وياها. اكيد اكيد. بالضبط عملك شنو؟ اني النقل، ننقل المعتمرين وامن العمره. امين نشتغل كمان. اطار عملك محدود في اقليم كردستان؟ لا 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 لا, لا. حتى يعني ببغداد، بكركوك. ايه، نحن شركه بوكي داريا والضيوف العربيه النقل الدولي. نحن مجموعه شركات ننقل المعتمرين السعودية، العراقيين وبسيارات العراقي ورقم العراقي يدخل السعودية. عندك فد ملاحظات معينة ربما أشرت بعض الأمور؟ بغيت يعني لما واحد يركز على فد نقطة معينة سلبية ويوصلها لشخص لربما يجد يشوفك هسه، ربما يغير من واقع، بالتالي تقدر يعني مثلا تقترح عليه انه هاي النقطة السلبية حلها هالشكل اذا كانت اكو نقاط سلبية؟ والله هو حلها بسيط. اول شيء اذا اكو نقاط سلبية طبعا، مثلا جزء من الشركات يستغلون النقل البري لغرض قشخ، يعني يدخلون جقاير وما جقاير وغير جقاير، يعني اكو بعض الامور اخر هم يستفادون به هناك، وشي يسوون ينافسون السوق باقل السعر لغرض شنو؟ يجمع المعتمرين لغرض استفادتهم من القشخ، مو لغرض خدمتهم، يخدمون المعتمر. شركات كردية؟ هاي شركات عراقية عامة، مو كردية وعربية، لا ماكو، يعني عامة دحشية. زين، هاي نقطة سلبية حلها شنو؟ حلها كلش بسيط. زين، مثلا في حالة يخصصون مجموعة فنادق مرتبة راقية، وأساساً أسعار الفنادق جداً رخيصة بسعودية، ماكو شيء غالي حسب مستوى موجودة والقرب من لا يعني أكثر شيء هو $50، شنو ما يكون، يعني من أحسن الفندق إلى أسيأ الفندق للشخص، يعني من مجموع، مو من مثلاً الليلة وليلتين، لا، من مجموع 10 ليالي اللي يسكن المعتمر به. زين، $50. ثاني شيء يعني يتواعدون المعتمرين، مثلا نوديك فندق رمادة كمثال، يطلع مو فندق رمادة، يطلع فندق سيء، نجمتين، نجمة بدون نجمة، والبعد مثلا يقول بشارع أجيات أو شارع إبراهيم خليل، يطلع مثلا محبس الجن، شارع عزيزية، عرفت شون، مسافة بعيدة، وما يخدمون المعتمرين، مثلا يكون الحملدار يكون ويا المعتمر خلال. بس أنا اللي أعرفه وشفته أنه هيئة الحج والعمرة عندها موظفين ويتابعون وأكو يعني رقابة وهيك شيء. الهيئة ما عندها مقر، مثلا لو فرضنا نقول بمكة أو بمدينة، في حالة أي شكوى يصير المعتمر يروح يزورهم على مقرهم، الشركة شركة فلانية هيك مسوي مثلا، عرفت شنو؟ كل ما في الأمر من أني أحكي أني داريت يعني يخدمون المعتمر أحسن خدمة، لأنه لحنا دا نشوف الأندونيسيين من يجون هناك من أرقى خدمة دا يوفرون، يعني شركات الأندونيسية دا يوفر المعتمر من أحسن خدمات، من أرقى فنادق، عرفت شون؟ حتى شوف أبسط مثال من جنطهم، حتى جنطهم يختلف فيها كل شركات العالم. ليش نحن يكون يعني شيء سيء؟ ليش العراقي ما يكون احسن؟ هسه نظره تشاؤميه فد مره، يعني وين التفاؤل بالموضوع، وين الكذا؟ بس احنا يعني انا عندي عن نفسي، يعني انا شفت بعيني انك خدمات مقدمه، خدمات مو سهله وكبيره. احكي لك الواقع لو تريد، يعني اخبي الواقع. زين، اليوم موجود راح يجي رئيس هيئه الحج والعمره، بالتالي انت ليش يعني تقول له مثلا، تحكي وياه، توصل صوتك. حلو، هسه رئيس الهيئة يدري بعض الشركات بالأقليم وبالحكومة المركزية، الشركات المجازة مال حج عمرة اشتغلوا بالقشغ الحج
من هم غير شركات الحج عمره اخذوا فيزا، فيزا سياحة، فيزا سنوية، استغلوا بيه أخذوا الناس على الحج باسم الحج. هناك الناس تمسكوا، سجنوا، ذبوا وراء عش اسم المكة، تبهدلوا. ومنه غير هذول الشركات اللي يشتغلون بهيج مجال، هذا مجال قشق. عشانه أنت تأخذ إذا مو رسمي تأخذ واحد باسم الحج وما عنده فيزا. هاي نقاط ذكرتها، نقاط الإيجابية شنو؟ الإيجابية أكو بعض الشركات المحترمة، لا أكو بعض الشركات المحترمة يعني برنامج ينفذ أزيد من الزايد، عرفت شون؟ بس غير مرغوبة. قبل اللقاء مدى سوي لك وياك لقاء قلت لها معود أدخليني أحكي وكذا وكذا شيء، المرة 25 أدفع أصل 100,000. هذا بالجمرك، أي أكو معونات مثلا الجمرك من تدخل السيارات يستغلون الشركة نقل والشركات الحج عمرة يستلمون منه الفلوس، يعني 25-50 يعني حسب ظروف المعنى. يقول كلامك صحيح والله، تقدر نجربون مو بس هون يعني كل الشركات يجي مو مثلا. شلون تنحل هاي؟ بسيطة، مراقبة ومتابعة لا أكثر ولا. زول لجان متخفية ملا والديك بالضبط مرتين ثلاثة يسوها بعد ما يصير خلاص ينتهي، يكون القبض على ذول الأشخاص المبتزين اللي يأخذون فلوسهم من الشركة. بالضبط هو يجي صحيح لا أكثر ولا أقل. حلول موجودة مشاهد الكرام. على كل نحن الهدف، عذر أستاذ قلت لي اسم حضرتك؟ أفال. أستاذ أفال، احنا نحاول جهد الإمكان مشاهد الكرام أنه ننقل صورة حقيقية، لكن من صادر جهود هيئة تعمل بكل إخلاص وجد من خلال كوادرها وأيضا المتعهدين المرتبطين بها، لكن أكو نقاط سلبية وهاي مؤشرة لازم تحلوها وما تبقى هالشكل. أنا أشكرك أستاذ حبيبي خبيه على راسي على بيك على مرحبا. أشكرك. إذا مشاهد الكرام خليكم ويانا بعد هذا الفاصل. سماحة الشيخ المسعودي، سعادة محافظ بغداد، السادة الحضور من القامات والوكلاء والمستشارين، الحضور البهي كل باسمه ووصفه وجسمه ورسمه وما يحب أن ينادى به من الكنى والألقاب، حي الرحمن يومكم هذا بكل خير ومحبة وبركة. ونحن في الملتقى الثاني الذي يهتم بشعيرة إسلامية مهمة ألا وهي العمرة. بعض الناس يتعذر عليه الوصول لأداء فريضة الحج لسبب ما، وكي لا يحرم من رؤية الديار المقدسة ويطوف بالبيت العتيق، جعل الله سبحانه وتعالى العمرة بديلاً له فينعم ويتمتع بالطواف بالكعبة الشريفة وبزيارة خير البرية صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. ما أريد أن أقول، فضلاً عن كونها
رحلة دينية يؤجر عليها المرء، لكنها أيضا سياحة للروح والنفس والوجدان، وراحة للذهن والأبدان. فكأنما يلتقي الإنسان بمن فطر الإنسان، فلا يتذكر من حسناته التي فعلها شيء، وإنما يستحضر كل ما فعل من ذنوب وخطايا. وربما العبرة منها أن ليغفرها الله بعد أن يستغفر العبد عما اقترفه من ذنوب وخطايا، فيعود من الحج كيوم ولدته أمه. ولا نستبعد على الله أن يكون هذا الأجر لمن اعتمر، فالله سبحانه وتعالى كريم ورؤوف. تريد أن تنجح تتابع، لابد أن تسبق الزمن، تسبق من هو. هذه هي المنافسة الجيدة، أنه المنافسة الحقيقية في خدمة المواطن، في خدمة المعتمر، في خدمة الحاج. ثانياً الالتزام بالقوانين إخواني في شركات العمرة العراقية منها خصوصاً، والتعليمات التي تصدر من وزارة الحج السعودية. نحن في بلد مضيف، فعلينا أن نحترم قوانين ذلك البلد، مثلما نحن في العراق. تريد من الزائر الكريم، من الأجنبي، من الذي يتوافد إلى هذا البلد، أن يحترم قانون العراق ويحترم عرف العراق ويحترم تعاليم أهل العراق. وهذا من حق أي بلد أنه يحترم قانونه ويحترم تعليماته. ولعله أنت تشمئز إذا وجدت مثلاً وافد إلينا وهو لا يحترم قانون البلد. كذلك نحن أخواني عندما نذهب إلى المملكة العربية السعودية، على الشركات العراقية أن تحترم قوانين ذلك البلد من خلال عدة أمور، منها أخواني المخالفات، وأنا أؤكد عليها. لابد أن نوصي أخواننا المتعهدين مدراء الحملات والباصات أن يلتزموا بالقوانين وعدم ارتكاب المخالفات. وأقصد بالمخالفات أخواني وخصوصا العمرة البرية، العمرة البرية لابد أنه يبتعدون عن المخالفات والممنوعات. قد يوسوس البعض من ضعاف النفوس ويستغلون ملف العمرة، ويستغلون الناس المعتمرين ويدخلون بعض الأشياء الممنوعة، وهذا ما لا أرتضي أخواني. وأنا أصدرت كثير من التعليمات والعقوبات على مرتكبيها. في الحج منعنا منعاً أبدياً لعدم الذهاب إلى الحج من يخالف ذلك، بل بعضهم سولت له نفسه وأحضر بعض الممنوعات واكتشفناه في الحدود، واليوم الحمد لله أرجعنا إلى بغداد وأصدرنا له منع ولا يدخل في المستقبل إلى المملكة العربية السعودية. لماذا أخواني؟ لأنه يسيء إلى سمعة بلدي، يسيء إلى سمعة العراق، يسيء إلى سمعة المعتمرين، يسيء إلى الشركات الرصينة التي توافق هذه الأشياء، ونحن لا نريد من يسيء إلى سمعتنا. أنا نبارك لكم هذه المنجزات التي تحسب لكم، وأيضاً لوزارة السياحة والسياحة والآثار وما تحدثتم به من نقاط إيجابية وأيضاً سلبية. نعم. هل لك أن تحدثنا عن ما نشاهد من منجز على أرض الواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالواقع احنا نتكامل بوجود تشخيص الأخطاء، كلما شخصنا الأخطاء كلما نعمل على إصلاحها. نحن لا نريد أن نتكئ على النجاحات وعلى المديح وغيرها، لأن بصراحة لا يرتقي لا المسؤول ولا الوزارة بالمديح. لابد أن يرتقي بإصلاح الأخطاء إن وجدت بفضل الله سبحانه وتعالى. نريد من الهيئة ومن الشركات العمرة لا تتكئ على النجاحات الماضية، وإنما لابد بالاستمرار بالنجاحات من أجل إسعاد المواطن كعمرة وحج. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى
العراق أكثر بلد للذهاب للعمرة وبأرخصها وبأفضلها وبأجودها. المخالفات التي يقولها هي كانت موجودة سابقا والآن الحمد لله شبه معدومة بسبب الإجراءات التي اتخذناها. تعرف هذه المخالفات تسيء لسمعة بلدنا، يعني بعض ضعاف النفوس يستخدمون العراق بتهريب الممنوعات كالدخان كالسجار كغير ذلك مما يضر المعتمرين، لأنه إذا اكتشفت وجود هذه الممنوعات في المملكة يؤخر المعتمرين إلى أيام ولا ربما يعني يسكنون على الأرض بسبب هذه المخالفات، فهذا ضرر على الناس. لذلك دعوة للشركات الانتقاء السائقي الباصات والحافلات ألا يورطون الناس بهكذا أفعال ويعتمدون على جداول التفويج، لأن احنا المسموح لنا بدخول منطقة عرار تقريبا 2500 إلى 3000 معتمر يوميا، فلذلك إذا زاد العدد ويأتون بدون تفويج سيبقى جزء منهم أن يمكث في المنفذ من دون فائدة. لذلك عليهم أن يعتمدوا على جداول الهيئة، ونحن استخدمنا البرنامج الأتمتة من دون مراجعتنا ومن دون كذا، ونسأل الله سبحانه. ما فائدة دخول الشركات السعودية اليوم إلى بغداد؟ طبعا فائدة كبيرة. أولا الشركات السعودية هي تمتلك الفنادق، هي تمتلك الإعاشة، هي تمتلك النقل الداخلي، فعندما تكون هنالك جوين بين الشركات العراقية تستفيد من هذه الخدمة التي عندهم، إصدار التأشيرة عن طريق الشركات السعودية، تأشيرة العمرة أقصد، السكن، شركات فندقية الآن تعرض ما عندها، يجي أبو الشركة العراقية يختار الأجودها وأفضلها ومن أجل أن تكون العملية سهلة ومبسطة عندما يكون انتواجد. أتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا. مثل ما تابعتم مشاهدين الكرام، سماحة الشيخ المسعودي يعني أكد على هذه النقاط التي حقيقة ترفع من قابلية وشأن والخدمة التي تقدمها الشركات المفروض علما للمعتمر وكذلك للحاج العراق. الهدف من هذا الموضوع مشاهدين الكرام نحاول جهد الإمكان أنه نقضي على كل الظواهر السلبية، الظواهر التي تحاول أن تقلل من قيمة هذا المنجز. إحنا اليوم المعتمر من يسافر يترك أهله يروح للديار المقدسة يريد يكون طبعا هو أغلبهم كبار بالعمر، يريدون خدمات كبيرة، خدمات عظيمة جلية، وهي موجودة الحمد لله وشكر، لأن يعني كوادر الهيئة بمتعهديها والمتعاقدين وياهم يقدمون خدمات الحمد لله وشكر مرتب. ولكن هاي النقاط اللي ذكرها مثلا هاي الممنوعات اللي السجائر إلى غير ذلك لما يأخذوها يعني ينقلوها من العراق إلى المملكة أثناء التفتيش تأخر، دول ناس يعني كبار بالعمر يتأذون، وبعضهم يضطر أنه يتأخر له أكثر من 10 ساعات ربما يباتون، إجراءات التفتيش تصير قوية. بالتالي نريد نخلص من هاي الأمور الله يحفظكم، نخلص نرتقي بردود أفعالنا بتصرفاتنا. لذلك المتعهدين والشركات المفروض تكون على درجة عالية من الانضباط والمسؤولية بغية أنه يعود هذا بالمنفعة على المعتمر والحاج العراق وكذلك على سمعة العراق. هاي نقاط كلش مهمة مشكلة. نحاول إن شاء الله نسوي لقاء يا سيد معالي وزير الثقافة، وأيضا نسأله عن التسهيلات اللي المفروض يقدموها الشركات مثل ما تحدث هو قبل قليل قبل ما نوصل هنا. أوكي؟ أهلا بكم الجديد مشاهدينا الكرام. هنا أيضا بوث آخر فنادق حياة بالمدينة المنورة، أكيد بالمدينة المنورة، وبالتالي راح نسألهم نشوف يعني شنو انطباعهم وجودهم هنا ببغداد بالإضافة للخدمات اللي يقدموها وطريقة التعامل بين الجانب العراقي والجانب السعودي بهذا المجال تحديدا، الخدمات الكذا الاتفاقات الأسعار إلى غير ذلك منه. السلام عليكم. مرحبا أستاذ، شلون صحة؟ الله يخليك. ألف مع من نتحدث؟ محمد سلوم. السلام عليكم حاج. سلام ورحمة الله، حياك الله. ممكن تعرفنا نفسك؟ خالد البلوي، مجموعة حيال الفنادق. شرف
الله يخليك، انا مدينه منوره ان شاء الله. عندنا اول زياره لك لبغداد؟ لا والله هذه ثالث زياره. رايك وشنو الفرق من الزياره الاولى وهسه؟ والله في تقدم وتنظيم كبير جدا، ومن ناحيه تنظيم المعرض والتجهيزات وعدد الحضور والاعلان والتسويق ما شاء الله كبير جدا. وظيفتك بالضبط شنو؟ مدير المبيعات. اي نعم. يعني انت تتعامل مع الجانب العراقي للمتعهدين؟ متعهدين، مع المتعهدين والشركات السياحيه والبعثه. البعثه من اهم زبائننا بالحج، كل سنه تاخذ من عندنا. شنو اللي تاخذه من عندكم؟ حجوزات فندقيه في موسم الحج. اي نعم. بالتالي اسعاركم شلون؟ والله اسعارنا في تناول الجميع، لان عندنا فنادق مستويات مختلفه، في شيء يعني 4 نجوم، في شيء 3 نجوم، في شيء نجمتين، على حسب العميل هو زباينه. اغلب المعتمرين او الحجاج ياتون الى الديار المقدسه كبار بالعمر، شلون تتعاملون وياهم؟ يعني ربما مزاجهم صعب، هذا اللي شفته انا، يعني اغلبهم شلون تتعاملون وياهم؟ ضجون كذا لو لا؟ يعني ابدا ابدا، هذول اول شيء نحسبهم بحسبه والدينا، وهذول ضيوف الرحمن وضيوف الحرمين الشريفين، لازم نقوم في الواجب مهما كان، وان شاء الله يعني ما في اساءه ولا فيها ضجر ولا فيها يعني ابدا، يعني احنا وجدنا لخدمتهم مهما كان، والحمد لله. بالعكس يعني المعتمرين والحجاج من العراق، يعني انا شايف ما شاء الله فئه الشباب صارت كثيره بتجي تكتشف، حتى تكتشف على مستوى مو الحج والعمره يعني الحرمين الشريفين، لا بتروح المناطق الاخرى، جده، الرياض، العلا، المجالات مختلفه، يحاولون ينوعون بالسياحه، وهذا شيء جميل، واحنا نتمنى ان شاء الله يكون متبادل بيننا باذن الله مستقبلا. اتوقع انه مسار العلاقات بين العراق والمملكه اصبحت غير طابع، اخذت غير شكل، غير مضمون، اليوم العلاقات الاخويه في ابهى صور. الحمد لله، هي ما عمرها نقصت عشان تكون اقل من كذا، دائما العلاقه علاقه وطيده، وحقيقه يعني احنا من لا نرى اي اختلاف في العلاقات بيننا وبين ما شاء الله أشقائنا في العراق، يعني إحنا طبع واحد ولغة واحدة ودين واحد وعشائر وربع، يعني الحمد لله. يعني دريت في بغداد؟ الحمد لله. وين رحت؟ والله رحت الجادرية، رحت المنصور، رحت زرت بغداد الجديدة، الكاظمية، العظمية، يعني ما شاء الله عندكم. شلون شفت ترحيب المواطنين العراقيين بكم؟ والله سبحان الله، الله يكثر خيرهم، ونعتذر من اللي ما لبينا دعواتهم، والله من هذا المنبر نعتذر، يعني كثير، يعني من يوم يعرفوننا سعوديين يقول لك لا ما في حساب، تفضل عندنا، يعني حقيقة يعني شعب مضياف لأبهى درجاته صراحة، يعني ما شاء الله عليكم، الله يحفظكم إن شاء الله ويجعلكم ذخر إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله أن نكون قد المقام في خدمتكم إن شاء الله. الله يخليك، أتمنى لكم كل التوفيق. اللهم أمين حبيبي، وإحنا وياك إن شاء الله. السلام. ايضا مشاهدينا الكرام، هذه واحده من الشركات الرصينه الموجوده في المملكه العربيه السعوديه، حقيقه احنا نفرح لما يكون هذا التعاون بهذه الطريقه، نفرح يكون تنسيق عالي، كله يصب في مصلحه منه؟ المواطن العراقي. لذلك لازم حتى نرتقي مثل ما قلت مثل ما الهيئه تشتغل بشكل جدا راقي، هيئه الحج والعمره، وزاره الثقافه ايضا، المتعهدين ايضا المفروض، وكذلك المواطن نفسه المعتمر المفروض ايضا يلتزم بالتعليمات والإرشادات التي تقال له من أجل أنه يعكس صورة صحيحة عن العراق. خليكم ويانا بعد هذا الفاصل. اهلا بكم الجديد مشاهدي الكرام، حقيقه نتعرف بشخصيه اخرى ايضا موجود هنا اليوم في معرض بغداد، وشوف شنو الخدمات اللي يقدموها ويعرفنا عن نفسه بشكل اكثر، نتداخل بها ببعض الاسئله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شلونك؟ الله يسلمك. الله يسعدك حجي. الله يبارك فيك. شلونك ببغداد؟
والله كويسة الحمد لله، محظوظين باستقبال رائع منهم وشاكرين على الاستقبال وعلى التنظيم ما شاء الله. عرفنا بنفسك. عدل الحاشدي، مسؤول مبيعات مجموعة الأيام الفندقية. وين موجود مقركم؟ مقرنا في بطحاء قريش. وين؟ بطحاء قريش. عندنا مجموعة فنادق في المركزية وعندنا في بطحاء قريش. المكتب الرئيسي في بطحاء قريش، مجموعة الأيام الفندقية. وشنو الخدمات الجلية اللي تقدموها لل... احنا بالنسبة للخدمات احنا مقدمين كامل الخدمات، احنا انضمنا كأربع نجوم، مقدمين خدمات مكتملة من إطعام ومن باصات ومواصلات وإنترنت و... أسعاركم زينة؟ أسعاركم؟ أسعارنا تحت ما تحت الخيال، أسعارنا كويسة، أسعار مغرية. نتمنى لك كل التوفيق. بس قالوا لي أكو أستاذ وليد، وين أستاذ وليد؟ موجود هنا؟ خليكم يانا مشاهد الكرام نلتقي بأستاذ وليد. السلام عليكم، شلونكم عيوني؟ شلون الصحة؟ مرتاحين إن شاء الله؟ شركة عراقية موجودة بحضور أستاذ وليد مدير الأيام، تمام؟ اللي هي مجموعة شركات فندقية، مو؟ فتسمح لي أقعد يمك؟ أوكي؟ السلام عليكم، شلونك عيني؟ شلون؟ أهلاً وسهلاً بيك بالعراق. حياكم الله. في بغداد. الله بلدك الثاني. الله يحفظكم يا رب. الله يحفظك. أكيد ما يحتاج. من خلال قعدتك و... وابتسامتك يعني أتوسم خير إنه أنت مرتاح هنا أنا ببغداد. الحمد لله، الحمد لله، يعني حقيقة يعني شاعرين إنه في يعني إننا في 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 حضرة دينية، في درس ديني، لأنه الفكرة والاجتماع كله اجتماع خير لو تلاحظ، اجتماع حج عمره، ف يعني إن شاء الله إنه محفوفين بالملائكة بإذن الله. و... شو رأيك بالكلمات اللي تحدثوا بيها سيد رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ المسعودي سامي المسعودي، وكذلك السيد وزير السياحة والثقافة والأخ؟ حقيقة كلمة سماحة الشيخ المسعودي رئيس الهيئة كلمة في مكانها ونابعة من خبرة عملية حقيقية عاشها الشيخ أثناء فترة الحج والعمرة، وكان يعني توجيه الشيخ لشركات العمرة توجيه جدا ثمين وغالي ويكتب بماء الذهب في محله يعني كان. نعم صحيح فعلا، لأنه يعني هو يعني بعبارة أخرى أنه هذولا يعني ضيوف الرحمن، فلا بد من رفع مستوى الخدمة ومراعاتهم بشكل أكثر وأكبر، التطور، منافسة الدول الأخرى في إرضاء وإسعاد وتدليل معتمرينا وحجاجها، خدمة أنت ربحان ربحان، بدل ما تربح 100 ريال أربح 50 ريال وخلي 50 ريال تجارة بينك وبين الله، تمام؟ فأنت ربحان حقيقة ربحان، فيعني والأمور يعني المطلوبة من أصحاب الشركات العمرة العراقية فقط يعني هم هناك أمام خيار كبير من الفنادق، أمام خيارات كبيرة جدا من مجموعة فنادق، في الفنادق النظيفة والفنادق الجميلة والفنادق التي إداراتها تكون محترمة ويقدرون ويعرفون معنى ضيف الرحمن، وفي يعني فنادق أخرى لا تعتني بالأمور هذه، معظمها تكون شقق سكنية. في عرف أصحاب الشركات أنه يعني أكو تصنيف لهذه الفنادق حتى يروح على الفندق اللي هو درجة أولى يعني ماكو؟ نعم الآن يعني وزارة السياحة السعودية بقيادة معالي وزير السياحة السعودي الأستاذ أحمد الخطيب وضعوا إجراءات شديدة جدا وإجراءات راقية جدا ترقى بمستوى فنادق مكة والمدينة وتواكب رؤية 2030. اليوم أنت مجرد ما تدخل الفندق إذا ما كان معلق تصريح التصنيف على باب المدخل الفندق فهذا فندق غير مصنف والمفروض لا يسكن. أيضا وزارة السياحة تشترط علينا إجباري أن نضع رقم الشكاوي في الاستقبال، فاليوم الأرقام متاحة في كل استقبال
والحاج المفروض يكون عنده وعي، يعرف أنه لا يقبل أن يدخل على غرفة متسخة، لا يقبل أن يدخل على حمام الله يكرمك متسخ، على ملايات متسخة، على مدخل استقبال متسخ، على مرافق عامة متسخة. لا، هو دافع وله الحق أن يطلب يتدلل. بكلمة أخيرة للعراق شو تقول؟ والله أقول للعراق يعني ألف 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 مليون مبروك على رئيس الوزراء محمد الشايع السوداني، رجل يعني رجل المرحلة على قولهم، ورجل يعني ترى يعني مبادراته في التطوير سواء داخلا أو خارجا لتحسين سمعة العراق التي يعني لا يحتاج لها التحسين، ولكن الارتقاء بالعراق وبالعراقيين يعني واضح في كل المجالات، رأيناه في الداخل ونراه في الخارج. فرجل إن شاء الله مبارك، ونتمنى له يعني التوفيق والسداد، ولسماحة الشيخ المسعودي ولوزير السياحة أيضا، كلهم ما شاء الله تبارك الله يعني حريصين جد كل الحرص، ويعرفون يعني بماذا يتكلمون. أنا أشكرك جدا. العفو. منالك الله يبارك فيك ويطول بعمرك إن شاء الله. حياكم يعني السداد والتوفيق في تقديم الخدمات، وخصوصا المواطنين العراقيين أثناء ذهابهم لأداء شعيرة العمرة وكذلك الحج. أنا أعلنت يعني من باب التحدي ومن باب المعرفة بالشيء، أن أول جروب يأتيني من العراق سوف يكون مجاني من شركات العمرة، لكي يعني يعرفوا الفرق ويعرفوا ماذا وصلت إليه وزارة السياحة في السعودية. شكرا جزيلا، مع السلامة. كنا نتمنى نسوي لقاء وياك أستاذ، أنت صاحب شركة؟ شركة جورد. احنا اصلا متفقين معاهم، نروح نجي يمهم دائما، احنا خدماتهم عالية ومجاملة. لا ما منجامل، احنا فنادقهم زينة. لا فنادقهم زينة، واحنا دائما هسه قوافلنا اليوم طلعت من يمهم الحمد لله، فنادقهم زينة. قريبة من الحرم؟ ها؟ قريب من الحرم نعم. في مدينة وكذلك؟ لا هم فنادقهم في مكة. نعم ان شاء الله، فندق الايام. نعم. بالتوفيق. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام، شكرا استاذ، شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، احنا طبعا في ختام حلقتنا حاولنا جهد الإمكان انه نسلط الضوء على كثير من النقاط اللي هي لربما تغيب عن عدد مو قليل. النقطة الأساسية انه احنا نحترم مثل هكذا ملتقيات، هاي الملتقيات ومثل هكذا انا اعتبره مهرجان حقيقة. ليش؟ شركات العمرة، الحج والعمرة موجودة هنا ببغداد، شركات سعودية وكذلك شركات عراقية قدم خدمات لمن؟ المواطن العراقي. زين، جوي هم شركات من المملكة العربية السعودية في سبيل انه يقولون احنا نعلن عن خدماتنا بهاي الطريقة وننافس الشركات الاخرى بهذه الطريقة. هاي نقطة. بالمقابل الشركات العراقية والمتعهدين يجون هنا حتى يتعرفون اكثر، يصير عندهم خبرة اكثر. احنا ظلينا لفترة طويلة جدا، طويلة يعني مو قليلة، عراق في سبات. لذلك نحن أمام مرحلة جديدة يمر بها العراق، مراحل جديدة. السلام عليكم أستاذ، شلونك حبيبي؟ شلون الصحة؟ مرتاح إن شاء الله. العراق أمام مرحلة جديدة من التطور والإبداع والاندماج بشكل راقي مع كل ما هو حداثه. فش تحدثنا عن هذا الملتقى وكذلك وجود هذه الشركات في بغداد؟ أكيد، يعني العراق الآن في وضع مختلف عما كان عليه. الآن العراق منفتح على علاقات متميزة مع الدول الإقليمية والعالمية، هنالك نهضة عمرانية. الآن العراق عبارة عن ورشة عمل، سواء بالمنجز الموجود على الأرض أو إنه هذه الملتقيات والمعارض التي تقام على بغداد، وآخر هذا المعرض الذي أو الملتقى الذي نحضره اليوم وهو عن الحج والعمرة بالتنسيق شركات من عربية وعراقية من كافة المحافظات. وبالتالي هذا يبعث على السرور، يبعث على الراحة أن تجد هذا الاهتمام بالقطاع الخاص وهو شريك أساسي سواء للقطاع الحكومي أو للقطاعات الإقليمية الأخرى، وهنالك تعاون كبير. وبالتالي عندما ينهض القطاع الخاص تحسن الاقتصاد والوضع العام بالبلد، أنه يدل على أنه الاسترخاء وأنه وصلنا إلى مرحلة ممكن الاطمئنان عليها إلى المرحلة القادمة. نبارك لكل الإخوة
الكبار اللي مشاركين، ونبارك للإعلام اللي يسلط الضوء دائما على هذه القضايا الإيجابية، ونتمنى أن تتكرر هذه المعارض وهذه الزيارات، وأن يكون هنالك تعاون أكبر وأشمل مما نراه، بالتالي عد بالمنفعة على المؤتمر العراقي والحاجة العراقي. نعم نعم، توفير كل وسائل الراحة وهذا التنافس، هذا استحقاق العراقي، وهذا استحقاق. نعم، هذا التنافس يكون هو بصالح المؤتمر العراقي، حينما تجد شركات والشركات تتسابق لتقديم خدمات سواء كانت عراقية أو عربية أو سعودية، هذا كله بصالح المؤتمر العراقي لتقديم أفضل الخدمات له. ملتقى متميز وراقي بحضوره بجماهيره بالحضور الجماهيري وكذلك الشركات المتواجدة. شكرا حضرتك. مشاهدينا الكرام، أيضا يعني حتى نختم البرنامج، ما أدري أكو أستاذ هنا. السلام عليكم أستاذ، تعالوا ويانا خلونا. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ شلون الصحة؟ مرتاح إن شاء الله؟ خلي بس شوية حتى نغير لكم الأجواء شوية، تعرفون باعتبار أنه يعني العراقي كريم جدا ومضياف جدا، وبالتالي يعني المأدبة العراقية لازم تكون حاضرة في كل شيء وفي كل مجال. فسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أستاذ العزيز، شرفتون عيوني. العطور يعني جدا فواحة وطيبة، فما أدري تعرفنا بنفسك أول مرة وليش أنت موجودة؟ على رأسي سيد باسم، صاحب مطعم كباب سيد باسم، موقعنا بغداد الكرخ الدولعي نزل جسر خطيب. دعاية هسه صارت. الحمد لله وشكر. احنا مو من خلال مشاركتنا بعدة مؤتمرات مشاركت حتى شو تقول يعني؟ حتى اقول انه هذا الاكل العراقي، هذا الطعم العراقي، هذا الطاهي العراقي، هذا الطباخ العراقي عندما يبدع. كافة الاكلات العراقية البحتة اللي هو المشهور بالسمك المسلوق. انت هم تطلع ويا الكوادر اللي تروح بالعمرة والحج؟ الحمد لله وشكر. هسه احنا طلعنا مشاركتنا بهيئة الحج والعمرة السنة الماضية، رحت انا طباخ ورحت شيفوا الحمد لله وشكر، حصلت لهم هاي هذا الاكل وشينا، لان بطبيعه الحال الحاج العراقي والمعتمر العراقي يرهب الطعم العراقي والنكهه العراقيه، يعني حتى البهارات الخاصه احنا خدناها من يميل الى يعني طباخين يعني من جنسيات اخرى. احنا الاكل هناك الموجود كان كله طبخ عراقي واكل عراقي وضيافه عراقيه. سؤال، انت من رحت وياهم حتى تقدم وتطبخ؟ واكيد كوادر عراقيه وطباخين موجودين وياك بالمطبخ اللي موجود بالمملكه، تمام؟ اللي أنا يعني في يوم من الأيام صورته. بالتالي شلون نشوف تعاون السادة المسؤولين بهيئة الحج والعمرة المسؤولين عن الغذاء والأكل وتوفير الوجبات، شلون يقدمون هاي الخدمات للمعتمر أو الحاج؟ نعم. طبعا المتابعة الحديثة، لا 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 مو مجاملة، مو أنا هذا الشيء يعني لمسته، يعني على مدار 60 يوم كنا بهيئة الحج والعمرة متابعة شديدة ودقيقة ومنظمة، الكوادر والمسؤولين على القائمين على العمل في تطوير أفضل خدمات للحاج العراقي وتذليل كافة العقبات من تجهيز من طبخ من ترتيب من أوصل بحيث يوصل للحاج العراقي الطعام العراقي والأكل العراقي. والحمد لله وشكر حصلنا العراق على المرتبة الأولى في فئة الحج والعمرة بسبب الإدارة وحسن التنظيم، والحمد لله وشكر هاي فضل من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله وشكر. أشكرك جدا. شكرا شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، سيد المخرج يأشر لي يقول لي ضوق زين، يصير يعني ضوق فتش قادم. شوف ليه هذا الحلقوم العراقي، الفلو مرحبا وطعم العراقي، ما حاشيك على المندي وترابط المندي، هذا المندي والذبح العراقي. الشرف 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 فشير. هذا دجاج، دجاج ذبح عراقي، اكو فد نكهه هيك غريبه. هذا مندي، مندي وذبح عراقي، ما يصير يعني. ها انا كلن هذا المشاهدين الكرام، اكل كلش طيب، بلاك التوفيق على راسنا، ونتمنى انه نكون قد وفقنا في تقديم هذه الحلقه، حاولنا نسلط الضوء على الجوانب الايجابيه، وايضا في بدايه الحلقه لربما كانت هنالك بعض الامور اوقفوا عندها اوقفوا عندها، ليش؟ حتى المعتمر من يروح يقدم خدمات يحصل على خدمات ممتازه. اوكي، انتظرونا في حلقات اخرى من برنامج ابشر في مال الله.